اليوم بدنا نبلش نلعب نايتس اوف اونر 2، نحاول انه نمشي فيها نتعلمها شوي مع بعض ونحاول انه نربح. ميبي حنعمل نيو جيم او نيو كامبين ونختار مكان نبلش فيه. انا دائما بحب بلش بابعد نقطه في العالم، وبعدين رح اروح واقول لهم خلينا نبلش مثلا في دمشق بما اني انا دمشق، ورح اقول له كينجدم سايز 5 بروفنس. اوكي هذا طبعا حيخليها بدل 3 حتصير 5، هذا مشان اذا انت حابب تلعب دوله معينه وحاسس انه صغيره كثير وحتكون صعب كثير، فاعطيك الاوبشن انه تاخذ شيء اكبر. راح اعمل ستارت. طبعا الديفيكولتي هون قديش الصعوبه او السهوله، خليها على النورمال وحنعمل ستارت. طيب هلا الاشياء المهمه اللي لازم نعرفها، خليها هلا بس. ايوه الاشياء المهمه اللي لازم نعرفها هي البلش نطلع على الاشياء. نحن موجودين هون، عندك البروفنسز هدول الخمسه، عندي بالميرا اللي هي تدمر، عندي دمشق، وعندي الكرك والكوفه، وعندي اللي هي بغداد. اوكي حنحاول انه نظبط امورنا بهدول الاماكن ونحاول انه نرفع الاقتصاد. عندك اللي هي الفلوس هون بتستعملها لحتى تشتري اي شيء، هذا بتعمل تستعملها لحتى تعمل ابجريد للملوك تبعك. مثلا تجي هون تقول له اعطيني ابجريد هون، مثلا هاي حتعطيني لوز، حترفع لي البروفنس ستابيليتي وبلس 3 ان تاون. فلاحظ هلا بدمشق حتلاقي انه اي شيء موجود هون في تاونز او هيك حتلاقي انه في حيزيدوا عدد الجنود. عدد الجنود بياثر على اللي هي قديش فيك تطلع جيوش من هاي المدن. سو هذا الشيء حلو هون. حنجي كمان مثلا نطلع هون الكتب حطيناها، الريليجن هذا بيساعدك انك تعمل اشياء تزيد الاستابيليتي، الكوميرس بيساعدك على موضوع التجاره، الفود انكم هذا منشان الجيش، اذا عندك جيش كبير بدك يكون عندك اكل كتير، وهذا اللي هو قديش عندك جيوش ناس مدربه لحتى تدخل بالجيش. فمثلا بدك تعمل كتيبه رما مثلا بدك يكون لازمك 100، فهدول ال100 بتستعملهم من هون. اوكي على اليسار هون في الاوبينيون، قديش الناس مبسوطه عندك. فهون مثلا هنا النبلاء، عندك هون الارمي، عندك هون المرشنتس السكولرز، وعندك البيزنتري. هذول كلهم طبعا اللي هي طبقات المجتمع. عندك هون قديش التاج محترم بالدوله تبعك وقديش الاستابيليتي تبعك، طبعا له علاقه بالاوبينيون. الاوبينيون ماينس 1 لانه هذا زعلان، وعندك اللي هو ريليجن بلس 5 لانه عندنا كثير متدينين الناس وهيك، ونفس الدين ثابت بكل المدن، انه معنا كلهم سنة مثلا مسلمين سنة. اوكي هلا اللي حنعمله بده نبلش نشوف اشياء هون. مثلا عم يقول لك انه هذا عم يقول بدنا نعمل باكت كذا، بدنا نعمل معك نون اجريشن بس انك تدفع لنا 1100. انا ما معي 1100 ادفع لك هلا حبيبي، بدنا نبني بلدنا اذا سمحت، فخلينا نشتغل على بناء البلد. طبعا هذا الهجرة هون كان حابب انه ساعده بكم شغله بس ما بدي. طيب حنجي هون قلنا هذا دان موجود وين؟ بدمشق. اوكي لانه نحن اخترنا دمشق، طبعا فيك تنقله لاي بلد بدك اياها عادي. حنبلش انه نعمل اشياء اللي هي حتجيب لنا نبني المكان. فبس هون باركس، باركس حيعطيني المكان اقدر ابني فيه الجنود. فمسافينا نعمل هذا هون باركس. اوكي الجنود اللي سوري العمال الموجودين بيعطوك زياده على البرودكشن، فكل ما عامل من هدول هو واحد برودكشن. هلا فيك تجيب كمان برودكشن من اماكن ثانيه. مثلا خلينا نجي على بالميرا هون، حنقول له بني لي هون. اوكي في شغله حلوه مشان ما تقعد تعد، في هون تحت مكاتبين لك شو موجود هون. مثلا في سلفر، في هورسز، في كروب، في كاسلز هون. مثلا في ثلاثة فيليجز والى اخره، هي الاشياء الموجوده بهذا المكان. نفس الشيء هون، شايفين الاشياء الموجوده بهذا المكان. سو ما في داعي انك تطلع على الهي. طيب الجيم كيف بتفوز فيه؟ عندك ثلاث طرق انك تفوز، يا اما انك تسيطر على كل الكوكب. اوكي او اللي هو او كل الاحوال حتى قبل ما تسيطر على الكوكب هاي حتفتح اللي هي بتعطيك بوينتس على كل الاشياء اللي عم تعملها، الفلوس، الجنود والى اخره. وبس يصير عندك 15,000 بوينت فيك تعمل كليم فيكتوري بتفوز. هاي اللي هي العلاقة بالجودز. إذا عندك هدول الأشياء بالإمبراطورية تبعك بتفوز. مثلا تريند هورسز، وور هورسز، درافت أوكسن. شغلات الصفرة هي شغلات موجودة عندي، فعم يقول لي إنه هدول ترى موجودين عندك، أنت فيك تعملهم، فيك تبنيهم مع الوقت، فيعني جاهزين. أوكي فهلا خلينا نسكر هاي ونبلش الشغل. حنعمل ستارت بلاي وحنشوف وين فينا نبني أشياء. فمثلا ممكن نجي هون نعمل وود وركينج لحتى نزيد البرودكشن. والهي كنا نعمل كاتل فارمينج، هذا حيعطينا شويه بقر.
ممكن هون نعمل اللي هو الفيليجز او وود وركينج او وات ايفر. فانا عم فكر انه بما انه نحن هون مثلا هون فينا نعمل الفير تريد. لحتى يكون فير تريد لازم يكون عندي ماركت، ففينا نعمل ماركت بعدين نطلع فير، من الفير بصير عندنا رير جيم، الرير جيم حي لما نعمل تجاره مع الناس ثانيين حيصير معنا فلوس اكثر. طيب خلينا نعمل تجاره مع الناس ثانيين، بدنا يكون عندنا ميرشنتس. هلا حاليا بدايه الجيم مع هذول عقد شو اسمه تجاري، وحيكون لازمنا واحد نبعته على السلاجقه لحتى نعمل معهم معاهده. ليش؟ لانه السلاجقه كثير قوايا ومشكل جي هيك، على الاقل بصيروا اصحابنا ما حيهاجموا. اوكي، زائد حنجي نقول انه انت يا اخ روح عود بمكان من هدول واعطيني البوينتس. مثلا ممكن نبعته على الكوفه، بالكوفه حيصير يجيب لنا مصاري. في اجوا تجار من الهجره لحتى يعملوا هيك، تمام. هذا حنحطه والي على بغداد مثلا، حيجيب لنا فلوس اكل وتريد. ببالميرا حيجيب لنا اربعة اكل واربعة سوري اربعة اكل واربعة تريد. I arrived and spoke with the king. كرك اربعة اكل واربعة تريد. يلا بغداد، روح على بغداد مبدئيا، او لا بالميرا. Let the trading begin. I will make friends quickly here. بلشوا يعملوا مهماتهم. طبعا هاي المهمات كلها بتكلف فلوس، هذا 12 عم يكلفني وهذا عم يكلفني 15، بس على الاقل لي عم يظبط لي الامور. بنينا الباركس هون، فينا نعمل ابجريد مثلا نطلع منا ارشرز وهيك اشياء، تمام. هلا شوي شوي حنظبط هاي الامور. على الاغلب حبلش اعمل هون جنود وكذا، هاي المدينه حتكون مدينه جنود. فينا نعمل هون لحتى نرفع عدد البشر اللي بهي المدينه. هاوزنج ان دمسكس، فينا نرفع الهاوزنج او نعمل اللي هو الابجريد اللي حلنا عليه هون. حنرفع هاي، حنحط مثلا يب هذا هيك، هذا حيعطينا بلس 2. هذا مثلا شايفين ابجريدز، هدول الابجريدز اللي هن بيزيدوا لك الاشياء. طبعا كتير ضروري، كتير 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 ضروري انه يكون كل مدينه عندك تحاول يكون فيها والي واحد من هدول. طبعا مو كل المدن، في مدن يعني اقوى من مدن، عرفتوا كيف؟ مثلا هاي قويه، هاي مو كتير لانه الاشياء موزعه. عندك هاي مثلا ماشي حالها، هاي كتير قويه لانه فيها قلاع كتير ومدن وهيك. فشوي شوي بدك تصير تظبط الامور. طيب حنجي هون نعمل مثلا لنا باركس، حنعمل سبير ميكر، خلي يكون عندنا اللي هن السبيرز، او ننتظر نعمل اللي هي الاسهم، او ممكن هلا نعمل السبيرز. بس لا خلينا نشتغل شوي على شغلات تجيب لنا فلوس. سو على الاغلب حبلش هون، حنعمل كروب فارمينج وبعدين نعمل ويندل، لانه هدول بيصيروا بجيبوا فلوس لبعض. شايفين ممكن كمان هورس بريدنج، الهورس بريدنج بيصير بيعطينا فود بالكروب فارمز. لاحظوا هون على اليسار تحت كاتبين بلس 2 ان هورس فارم، بعدين بلس 2 كروب بير فارم. فاذا في فارمز كتير بصير بيعطيك بوانس على الفارمز، فهذا اذا حطيت هذا ممكن تربح يعني كذا شغله مع بعض. بس هلا خلينا شوي شوف يعني شيء يجيب لنا فلوس. مثلا هون هذا هورس بريدنج كمان موجود، هون في شيء يعطينا فلوس، في الكاتل فارمز مو كتير. طيب معناها حنشتغل مثل ما حكينا، حنبلش نعمل اشياء هون. هاي ما حنكون فيها ماركت، حيكون فيها هاوزنج لنا. تعال يلا فلتشر، هلا شوي شوي حنظبط امورنا. طيب السلاجقه المشكلجيه ما بعد، هلا مبدئيا نحاول نظبط اشياء نجيب منها علم وهيك. ليكو هون مثلا في فلوس كثير، ريليشنز والسلجوقس امبروفد. فهلا اذا طلعنا هون حتشوفوا انه السلاجقه يعني ماشي الحال، نيوترال مو فظيعين بس نرجع نطلع. فايه هذا بيورجيك قديش الناس اللي حواليك اصحاب. بس شوف هذا الفلتشر دان. نعمل زوم اوت مره ثانيه على هاي، هاي اللي هي الريليشن. فلاحظ حلب مو كثير اصحاب، سلاجقه مو اصحاب يعني، بس عم نحاول. العباسيين هون بقيان عندهم كوفه، مو الكوفة أظن هي البصرة، كمان مو كتير أصحاب، ممكن نحاول إنه نحاربهم. هلا بيقول لك هون إنه هن أعداء مع هدول وهدول، فإذا حاربتهم ما حدا حيساعدهم يعني، ماشي؟ ممكن حاول إني أروح أخذها منهم. طيب هنرجع هيك نعمل هاد، فأنا على الأغلب حيكون الهدف تبعي إنه أخذ البصرة نضمها للدولة تبعها. أوكي طيب هون هون حنجي نقول اعطيني هاوزنج،
بعدين فيك تعمل تشوف الابجريدز من هون اذا بدك. فمثلا هون بيورجيك انه قديش بيعطيك بكل مكان اذا عملت ابجريد فيليج ميليشيا الى اخره. طيب خلينا نجي هون حنقول هذا الاخ راح اطلع ماشي وحقول له روح دمسكس بعدين فوت هون. الحلو انه بضل حاكم المكان حتى لو ما له موجود. اوكي حنجي نقول هون مثلا عطيني اللي هو الارشر 1 2 3 مثلا. هذا لانه النايت بشيل 8 اوكي البقايا ما بيشيلوا شيء ما بيقدروا يعملوا هذا الشيء ابدا. طيب حنجي نعمل هيك حنقول له اعطيني ليدرشيب. الليدرشيب حيكون الارمي مورال اعلى ولانه الملك مش حيصير شغلتين. اول شيء الليفل حيكون 3 لاي ابيليتي بتاخذها وتحت حتلاقي شيء اسمه كينج افكت بلس 100 كينجدم انفلوينس و15% تو افويد اوبينيون دروب. الناس حتكون اقل انه يزعلوا ويحردوا هالقصص هي. طيب حنجي نقول انا بدي ليدرشيب. I'm bored. No more reading. Time to fight. اوكي هلا هون كمان حنيجي نقول تعرف شو اعطيني هاوزنج كبر لي عدد السكان بهي المدينه. بصير عندنا اماكن لانه عندي هون هدول التو المدينتين هدول بصيروا بيجيبوا لنا ناس اكثر على الـ 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 المكان هذا. طيب حنعمل سبيد اب هلا ممكن كمان اشتغل. هلا هذا مثلا حيكلفني 160 20 150 لاحظوا هون ها واحد واحد مدري شو ممكن نحاول ان نشتغل عليه. طيب خلينا منه هلا حاعمل واحد جديد هون حقول بدي هاد وحنحطه ببغداد. اوكي هاد اللي هو العالم بيجيب ريليجن وبيجيب علم. اوكي خلصنا هون بنينا هاي. لاحظوا هلا صار عندنا اكسترا ناس بهذا المكان. طيب ممكن نجي نعمل مثلا فيليج ميليشيا هذا حيجيب لنا جنود كمان لحتى نقدر نبني جيش اكبر. عنده ولد هون. اوكي حلو نعمل سبيد اب. ممكن نبني هون كروب فارم 470. طيب الولد كبير حنقول له ادخل على الجيش حنحطه مثلا فيلد تاكتيك حنقول عنده ليدرشيب بما انه حيكون ملك وحنجيبه هون شايفين ها وحنقول له انت يا زعيم والي الكرك. وهذا السلاجقة كل مالهم عم يزبطوه ما بدنا اياهم يعملوا معنا مشاكل. هرمز بطلت تريد سنتر. تريد سنتر هي بعض الاماكن حيكون فيها هدول الكياس شايفين مثل هدول الكياس هدول حيكون يزيدوا التريد بهاي المناطق. سو طيب حنعمل هاي مشان نطلع اكل لحتى نقدر ندعم الجيش تبعنا لما نزبطه. حلو لحتى هلا ماشي الامور. رح نحتاج هو انه نقوي الجيش تبعنا كمان. ما عندنا فلوس ننتظر شوي ليصير عندنا كمان فلوس. A kingdom has formed a defensive pact against us. مين هذا السلاجقة؟ اوكي مشان اي حدا اذا هاجمتهم هن حيعملوا مشكله حييجوا الناس تساعدهم. سو شو يعني هذا الحكي؟ خلينا نطلع هون حنكبس على السلاجقة هون حنكبس على الشيلد. اوكي عندهم الايز اللي هن الرم والشداديد وعندهم هدول الفاسلز تبعهم ف وحاليا عم يحاربوا هدول وهن اعداء مع هدول الناس. المهم عندهم هذا اللي هو الديفنسيف باكت حتشوف انه عندهم الهجره والهدول شايفين عاملين حلف بس ما معهم حدا. Princess was born great. اوكي ويتش هانت هذا السباي بده يعني نحاول ندور على الناس What is your command? The spies. إذا في عنا spies بالبلد. طبعاً هون الاستابيليتي عالي لأنه عنا spies منيح لأنه عندي هاد وعنا الريجن عالي كمان فماشي الحال. طيب. Scholar opportunity هذا حابب يروح على هذا المكان بده 300 ب 300. بيقول لك إنه أنا بروح بعمل رحلة وبصير بتعلم أشياء. هلا حقول له أنا let me think لأنه ما معي فلوس أصرفها عليه هلا حالياً. طيب. بدنا نعمل الهورسز هون 710. لحتى ندعم الفارمينج فهي المنطقه حتكون منطقه زراعه اكثر شيء. يب
يا ريت بقدر اعمل كل وحده من هدول ابني شي محله عن جد، ما بعرف ليه اكل في بتشتغل باللي طالع لك، وهدول دائما كل لعبه بيطلعوا راندوم، ها يعني ما فيك تعملهم نفسهم كل مره. طيب هون حنجي نقول خلينا نوفر فلوسنا. تريد اوبورتونيتي حيكون مشاكل بين هجره واليمن، لا ما بدي، ما بدنا مشاكل الله يرضى عليك، نحن ناس فينا نبعت هذا يتجسس على هدول. اوكي سيسيليان ذا ماروتونيزيا هدول هون اخذوا تونس. اوكي طيب هنجي هون. A defensive pact against us has gained another support. دخلوا مع الناس مين؟ الهجرة. اوكي انه هذا اذا حاربنا حدا فيهم حييجوا يدافعوا مع بعض، لانه بما انه عندي جيش فشكلهم خافوا شوي لانه بلشت اعمل جيوش وهيك. طيب نعمل هورس بريدنج، نعمل هورسز بهذا المكان لحتى ندعم. حتلاقي بعد ما تنبنى هاي حتلاقي انه حيزيد الفود بهدول. اي طيب هذا هون حنعمل هو الود وورك. ممتاز شوفوا كيف صار فود زياده هون، هلا صار عندي فود منيح. ايه في شغله حلوه كمان، لاحظوا هذا لما يتعبى هذا توصل للألف، فاي شيء زياده بتحول ل ماني، شايفين هذا صار بلس 4. طيب نعمل ابيز للسكولرز، مو مهم، مو هلا بعدين اذا سمحت، لازمنا الفلوس بدنا نعمل ابجريدز وهيك. طيب هذا بقد ايه؟ 940 لحتى يجيب لنا فلوس من الكروب فارمز، هذا حيزيد المصاري بهي الجهه. عم حاول طور هي لانه هي المكان هو اكثر واحد بجيب مصاري، او ممكن حتى هون وود وورك، يا ممكن تعال نطلع من هذا وود وورك خليه يعمل هاي، وبعدين ممكن نعمل اللي هو اللي بيكبر الفيلج او حتى احسنه هون ممكن نعملهم كمان. خليه هلا شوي شوي عم يبني، نحن كمان بدنا الفحم حتى نستعمله. The kingdom advantages, sire. A new construction has been finished, okay. My lord. هذا خلص، لاحظ هلا صار في بيلد زياده، فهلا هذا حيصير يبني اسرع. اوكي اكثر وحده سريعه بالبناء هي المدينه لانه فيها كثير ناس. سو اوكي سكول اوبورتونيتي، ايه روح اطلع حندعمك. ليش عملت هيك؟ لانه هذا حيروح برحله، حيروح يجيب مصاري، حيروح يجيب تريد، حيروح يجيب كتب، حيروح يجيب كذا شغله، فهيك بنستفيد من كذا شغله مع بعض. طب حنعمل هون ممكن نعمل ثيولوجي، نعمل كلتشرال باور، ممكن نعمل هاي. انا بقول اعطيني اللي هو الثيولوجي. اوكي حنرفع الدين بهي المدينه. I am skilled now. اوكي هلا لاحظوا الدين كل ماله عم يطلع شوي شوي، كثير مهم انك تعمل ابجريد للناس تبعك، ودائما بلش بالملك، دائما لانه الملك حيعطيك اكبر بونس. هذا حنقول بما انه هذا اجانا ولد، الولد دائما بتظبطه، فبرجيك شو هي السكيلز تبعه. هذا السكيلز تبعه بالدبلوماسي، فحنقول له روح انت هون، وهذا الولد الثاني حيكون تاجر. اوكي فهيك انت شو حتعلمه انه يطلع واحد بالكلاس الصح. للاسف هذا ما بعرف ليش محطوط، مع انه الارمي تبعه قليل بس طالع حطوا له ارمي، مع انه كان المفروض يكون سكولر او شيء. بس اكل خلص هذا السلجوقي مبسوط. تريد سنتر ريموف فروم قيروان. اوكي من ترابلس راح على قيروان. طيب حنعمل سبيد اب، عندنا شويه فلوس نعمل فيها شيء، كنا نعمل هذا الشيء هون، بس هذا بدناك شويه هذا. طيب ننتظر سلجوق offers a trade agreement، أكيد بقبل، يس. Merchants أنا حأعمل واحد هون، حأبعته على السلاجق. طبعاً هذا بيكلفني فلوس لأعمله، فماله ببلاش يعني. طبعاً المرشنتس انبسطوا إنه عملنا trade agreement مع هدول، إنه عملنا معهم تجارة وهيك، فيعني هذا الشيء كويس. أوكي، نعمل واحد تالي هون بس حتى نقوي الجيش، هذا الجيش أوتو 2010. Divine protection shielded. شايفين هذا طلع وجاب 41 كتاب كان بدمياط. هلا هذا هان
سلجوقي يا فتحنا تريد، فهلا بلشنا نعمل تريد احسن. الارمي انبسطوا بسبب الاشياء اللي عم نسويها، انه كبرنا الجيش شوي فانبسط. اللي حنعمله كمان هو انه حنقول شو بدنا نعمل. مين كنا نعمل جودز بس مو هلا. اوكي 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 بدنا فلوس بس، لحتى احط هاي لحتى نصير نطلع اللي هو الجرانري. بعدين ممكن نعمل فود ماركت، هلا بنشوف شو بدنا نعمل هون بس شوي شوي. طيب الناس بشكل عام مبسوطه. سو انفيدلز بيوير. اوكي هذا اجى على بورغندي، هذول عاملين كروسيد، فهذول حيجوا بجيش كبير ويحاولوا يحتلوا مكان. هذا هي الطريقه اللي بتغير فيها خريطه الخريطه بشكل كبير يعني. اوكي نعمل سبيد اب. لازمنا شو لازمنا؟ كتب، لازمنا شغله تحطينا هاي. نحاول ناخذ هذا المكان، لازم ضروري. هلا لقدام شوي. طيب هون في عندنا هدول الاوبشنز كمان نفتحهم. ديانا نعمل اتاك على العباسيين، ديانا تساعد انه نحارب العباسيين، هذا الشيء ممكن نعمله صح؟ احنا اصلا كنا ناويين على العباسيين فحنقول اكسبت. طيب حنيجي هون او الجيش. طيب حنجيب الجيش هذا هيك. طبعا اللي حنعمله هو انه حنحاول وين هون هون ليكون راح نحارب مع اللي هن هدول على العباسيين. حنحاول انه ناخذ منطقه تبعهم. طبعا السلجوقي مبسوط لانه حاربنا العباسيين، والهجره مبسوط، وهدول عم يقول لك انه في ناس. طب هلا في عندنا جيش، حيبلش الجيش يطلع ويحاول يعمل القصص تبعه. اوكي تمام. حنجي هون حنقول اعطيني بونص، اعطيني اللي هو الارشري، لانه عندي الارشرز كثير رح نستفيد من القوه تبعهم. يا حيصير عندنا الاتاك اعلى. اوكي تعال هون احرق لي هي ال احرق لي هي المزرعه، خلينا نضعفهم بانه نحرق لهم الاشياء تبعهم. طبعا لما تحرق اي شيء حيصير بيرجع بعدين، بس بهذا الوقت ما عنده هذا الدخل يعني كنت روحت له اياه. تمام هون نحن موجودين، حنبلش شو نحرق الارض. هلا ليكو بعت لي جيش، اي جيش هون وهذا جيش هون عم يحاول انه يجي لعندي. طبعا احنا ممكن نقول له خليك محلك، هلا نطلع الامور. هلا ممكن انا العب لعبه انه اطلع واحد تاني وعبي جيش جديد من الجنود، بس طبعا ننتبه انه نطعميهم. يا هون عندنا 8، كل واحد عم ياكل وحده فعادي. هذا اجى لحتى يساعد. Kingdom destroyed. شرفان الشداديد. اوكي وهذا زبطنا السلاجقة. هدول لساعتهم عاملين علينا شو اسمه هذا الور. اوكي هجرة افرز نون اجريشن باكت، انا اوافق انه ما يكون في بناتنا معارك. موافق ما في مشكلة. طبعا هلا عم نحرق هذا المكان، حنستفيد بشغله، هو مو بس انه حنعطله، حناخذ منه فلوس لانه نحن فعليا عملنا غنائم. اوكي فهذا الشيء يعني منيح. طيب حنجي هون حنقول اعطيني جيش جديد. يس تعرف ماشي، حنحطه بدمسكس. فوت هون عبي من هدول. تعال طبعا هو دخل معي عم يساعدني هون. يا عشان نسرع شوي العمل. العمل ارجع ارجع جيب جبنا فلوس ارجع. طيب هذا اخذنا هون، شايفين سحبنا فلوس. جوني كونتينيوز جاب 60 كتاب وهون خلصنا. طيب هون حنعمل ابجريد لواحد من هدول، حنقول اعطيني اللي هو الايرون فيست، حيجيب لنا فلوس اكثر من اللي هو البلجي. هدول مساعدونا، نحن هون حنحاول
نرفعات حيكون لازمنا شوية جنود. هلأ شوي بيجوا مع انه كتير ما شاء الله يعني مليان. So we're good. طبعا هون شغالين حرق، وحنحاول بقى شو نروح على البصرة ونحاول نحتل بعدين. كون جبنا الجيش الثاني حنجيب هذا هيك، او لا هذا تاع انت هون وانت تاع جنب هذا، بس هيك ترتيب. انا بس مو ما في شيء يعني ما حنستفيد شيء هون. طيب هذا خلص فل، فنحن حنبلش نشتغل على ولي العهد. They will never expect me. Assassination. Plot. Kill the king. Kill the queen. يا ساتر. طيب. Your wisest of rulers and his king. هو ما له أحسن واحد بالعالم بالقتال، بس ماشي الحال. We have pillaged an enemy settlement. We've Battle 1 900. ناخذ هذا نروح نحرق الهي. Burn, burn. اوكي هذا هون واحد اثنين. لسه ما معنا اللي هو جنود. فاين. بدك كمان اثنين. هذا رايح يحتل الهي. اها هون اجوا بدهم يعملوا معنا معركة، شايفين؟ No surrender, no retreat. بس هو عم يحسبها اوتوماتيك. Our ranks were reinforced by another army. هلا قاعدين عم نحرق ال عم نحرق المكان. Divine protection shielded me from trouble. جاب 90 ريليجن. اوكي اعمل بالله. يب. هلا في شغله، اذا بتطلع على الجيش هلا بس يطلع، في عندك هدول الأشياء كمان بيعطوك بوانس معينة حسب الأتاك للرينجد، وهذا بينزل ومدري شو على حسب إنه سوامب أو بحر أو هيك أشياء، فهي كمان بدك تحسب حسابا بالقصص. طيب خلينا نجي هون، حنعمل هاي حنعمل هاي حنعمل هاي، وهكذا حنبني اللي هو الويند ميل حتى نعمل هذا المكان. هون حنعمل ما معنا لسه كمان واحد، بنصير هذا 150. حلو يا بصرة، سوف تذهبين معنا إلى العالم المدرمين. طبعا هو حدا حيجي يجيب الجيش تبعه يساعدني، بس احنا حنظبط غيره. لا لا ما حنحارب أليبو إذا سمحت، ما في مجال أبدا أبدا. طيب هاد هاد وهذا هيك، حنقول له تعال واحتل البصرة. هلا المشكلة هي انه ما فيك تحط اكثر من جيشين، فما فيك تجمعهم. هذا 1180. العباسيين زعلانين، وهذا مبسوط السلجوقي لانه عملنا هاي القصة. طيب تعال نقاتل هاد. الروح هاد عم رايح نضربه هاد. heavily one sided. جنب البحر. اوكي وهذا جاي الجيش الثاني. طبعا ممتاز الوضع انه الناس مبسوطه وهيك. طيب نعمل ابجريد جديد. حلو فينا نعمل لا هذا بنخلص. اخذوا هاد كينغدم ديسترويد. ريليشنز السلجوق ممتاز. نعمل هيك شايفين صاروا خضر صاروا اصحاب، فهذا الشيء كويس. طيب وهلا هون حطينا كل الجنود هون يعملوا سيج على المدينه. تمام هلا هيك المفروض فينا نعمل all in. نقول له يلا باتل 1 army break siege. هجموا علينا. اوكي خلصنا البيلدينج. تعال بالميرا اذا سمحت اعمل لي crop rotation هون او granaries او ممكن هاد horse markets plus 2 in horse farm. yes نظبط الهورس. هي هاي المدينة اللي حتجيب لنا الأكل ومنه إلى المرحلة النهائية وما بعدها. طب هون عم تعلى المعركة وهيك تدمر الجيش تبعه مظبوط.
We have won the war. خلصنا. Sire, we've conquered another province. Establish order. Our army approved of our recent actions. We've gained favor with our nobility. وهذا حيكون الحاكم بس نخلص المشكلة. Okay. طيب هلا خلصنا من هون. Down siege one. وهون يعمل يعني لك السلجوق one says to attack Aleppo. I've arrived, my lord. أنا آسف والله ما بدي. Journey continues. طيب. هلا هاي البصرة صارت معنا. معناها نحن شو حنعمل؟ حناخذ واحد من الجيشين هذا الجيش الفاضي. شوفوا شو حعمل، حعمل هيك، ححط هذا مع هذا وهذا مع هذا، ليش؟ لأنه لما أروح لهون بعمل هيل، بيعمل هيل لواحد، فما بيكلفك كثير، إذا كانوا زماني كلهم دامج، بصير لكل واحد بده يصرف الهيل. فهيك أنت بتزبط، المهم، أنا حوقف هون، شكراً كثير، لا تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب وشير، ونكمل بعدين.